ده انا الفريد بيه الغتروفي. ايه اتفضلي. ميرسي. كسيب وعنده شقة. يابا ده متجوز وعنده عيلين. يا بنتي عيل اتنين تلاتة أربعة، إنما ده عنده شقة مش متجوزاه، فاهمة؟ يا كنت مستنية الجدع ده اللي اسمه شعبان. ها؟ ده غطس مهبش. هيقب الغايب حجته معاه. يا أختي اللي ما قال عليه يبعت كلمة في جواب بنص صفرك. عارفة ما جاش ليه؟ لا هيبعت ولا هيجي، وإن جه هيجي ايد ورا وايد قدام، الخايب يفضل طول عمره خايب. اسمعي كلام يا بنتي، هو حد طيب يتجوز الايام دي؟ يابا هستناه، ده مقابلك ومكلمك وقايل عليا. ذنبك على جنبك. صباح الخير. اهلا يا عبد الوهاب. هلو. شلقة كم جان؟ نعم. شلقة كم جان؟ انا رايي هي بتقول ايه؟ بتقول لك تجي لك تاني؟ انت ممكن تيجي تاني في اي وقت. البيت مفتوخ، البيت مفتوخ وانا ابقى مبسوط وانت تبقى مبسوط. اجي البيت مفتوخ، انت تيجي في اي وقت. باي باي. باي باي. شفت الانجليزي بتاعي؟ عظيم، عيني برد عليك. مستورد معلم. الو الو، فريد بيه. دفعة العربيات الجديدة وصلت يا فندم. بالنسبة للعربية اللي حضرتك حاجزها تقدر تيجي تستلمها في أي وقت النهاردة لو حبيت. طيب أوكي.
اوكي. انت خارج؟ اه. ما هستلم العربية الجديدة. طب ما اجي معاك اسوقها لك على الاقل. لا انا محضر السواق، مالكش دعوة انت. مين اللي بيرقص مع ناريمان ده؟ ها؟ ده فريد بلغة طريفي مليونير اتجوز عازب. ما كنتش عارف تتعرف عليه؟ انت ناسي ان عندنا بنت؟ طب ما البنت اتجوزت، انت جاي تقولي الكلام ده النهارده يوم فرحها؟ فرح الندامة. هو ده عريس كنت تجيبه لها؟ طب خلاص خلاص، على العموم لازم تتعرف عليه، نديله البنت التانية. البنت التانية عندها 9 سنين. هو ماله استناها؟ عجبك الدوشة دي؟ بتهيألي قلقاكي مش عارفة تنامي. بس المخدة مريحاني. اه طب ما تيجي ناخد المخدة ونروح. زي ما تشوف. مش كده؟ يلا حلوة. شركة منصور شيفورلي عن وصول أول دفعة من سيارات شيفورلي سايتيشن، وقد كان أول المسلمين السيد الغطريفي. يا زينة يا زينة. إيه؟ تعال شوف يا أوائل. شايف إيه؟ بصي كده، مش ده شبه شعبان؟ شعبان مين؟ مين اللي هيجيب شعبان في التلفزيون؟ ده هو فعلا هو. وعلى السادة الحاجزين التقدم لاستلام سياراتهم من معرض الشركة شارع جامعة الدول العربية المهندسين. هو ايه انت كمان؟ ده راكب العربية اللي اشتغلها، عربية بالشيء الفلاني. يابا ده شعبان. يا بنت بلاش تخريف امار. بقى هو هيركب عربية زيدي؟ ده اللي زي ده يركب حمار. اللي يركب عربية زيدي الناس المتاخن بتوع الاستثمار. بقى انا هغلط في شعبان؟ ليه لا؟ هو كان من بيت اهلك.